احنا دائما في اطار الروبورتاج الميداني المنجز من هنا من جماعه المحبس المحاذيه للحدود الجزائريه على بعد تقريبا 40 الى 50 كيلومتر من مخيمه تندوف، معنا احد التجار من هنا من جماعه المحبس. اهلا وسهلا، شحالك مع الصحه؟ بخير الحمد لله. ياك لاباس؟ بخير اللهم عليك. لا لا بخير وعلى خير. عطيني يعني الصوره، شنو طالع عندكم هون في المحبس؟ لا هنا لا باس الحمد لله، ما كاين تمانية الحمد لله. يعني كي داير الوضع عندكم؟ لا الوضع زين. احنا نسمعوا انه كاين الحرب وكاين القصف وكاين كذا. الحرب لا والو، ما كاين الحرب لا هنا بعدا المحبس ما كاين شيء. يعني احنا بحال احنا تنسمعوا هذا الشيء هذا بحال الناس البعاد، هاد الاخبار تنسمعوها تجينا كاع من بعيد، بالنسبه لنا احنا اللي في عين المكان ما كاين والو، ما سمعنا شي، ما شفنا حتى شي حاجه هاد الساعه هادي. بعدا اللي يبغى الحقيقه يجي هنا، يعني شي حاجه اللي مؤكده راه ما كايناش. حنا بالنسبه لنا تيجونا تليفونات من بعيد يقول لك اش واقع عندكم تما كذا كذا، بالنسبه للاهل وبالنسبه تنقول لهم ودي راه هاني الحمد لله ما كاين حتى مشكل، وهذا هو اللي كاين. اعتقد ان الصوره واضحه معبر عن رايها، ما يمكن نقولوا شي حاجه اللي هي ما كاينه. المهم الوضع مزيان، ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله. حنايا الاعتياديه الحاله الاعتياديه هي ما تغيرت باي شيء. حنا في هذه المنطقه كنتوجه حالا في حاله منطقه المحبس. المهم الاجواء جد صراحه زوينه، ما فيها لا حراب لا صداع لا والو، والحمد لله الخير موجود في هذه البلاد، الخضره موجوده، اللحم موجود، كل شيء موجود الحمد لله، ما خص حتى خير. هاد المواقع الالكترونيه اللي كيقولوا هما فيها الحروب وفيها هذا الشيء، صراحه ما كاين لا حرب لا والو، الوقت هادي او بخير وعلى خير.